بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لبرنامج الدين والحياة، والذي نستمر معكم فيه على مدى ساعة إلا قليلة بمشيئة الله تعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل الصبحي، ومن الإخراج وتنفيذ على الهواء الزميل عبد الرحمن الأحمدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. بمشيئة الله تعالى سيكون ضيفنا في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء بمنطقة القصيم. فضيلة الشيخ خالد، أهلا وسهلا وحياك الله معنا في هذه الحلقة. حياكم الله ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة على هاتفي البرنامج على الرقمين 012-647-117 أو عن طريق الهاتف الآخر على الرقم 012-649-3028. أيضا يمكنكم أن تشاركونا نصيا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0500-42-21-21. فضيلة الشيخ خالد، بمشيئة الله تعالى سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المبادرة إلى الحج، المبادرة إلى هذه الفريضة والشعيرة العظيمة من شعائر الله، يعني نقترب من انتصاف شهر ذي القعدة، ويأتي حديثنا هنا للتذكير ولحث الناس أيضا على المبادرة إلى هذه الشعيرة والفريضة العظيمة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين. أبدأ الحديث معك فضيلة الشيخ حول فريضة الحج، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. الشيخ خالد، طيب يبدو أن فقط الشيخ خالد. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الصوت انقطع قليلا يعني عشان كذا. العفو. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لا ريب أيها الإخوة والأخوات أن الحج من الفرائض والشرائع العظيمة التي خص الله تعالى بها أهل الطاعة والإحسان من المستطيعين من عباده. الله عز وجل شرع لنا أكمل الدين وأرضاه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم، هذا الشرع القويم، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء، وبين قواعده التي يقوم عليها ويبنى عليها، فقال صلى الله عليه وسلم في تمثيل حسي لأمر معنوي: بني الإسلام على خمس. فشبه الإسلام بالبناء، وذكر لهذا البناء قواعد وأركان يقوم عليها، وهي هذه الخمس التي تضمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الدعائم، تلك الأركان التي يبنى عليها دين الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول الذي يبنى عليه الدين، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فهذه الشهادة متضمنة لأصلين عظيمين عليهما كل شرائع الإسلام وجميع فرائضه، وهما: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما شرع. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم
بعد هذا الأصل الأول الذي يبنى عليه الإسلام ذكر جملة من الأركان الأخرى التي يقوم عليها هذا البناء، وهي أصول في العبادات، أولها وإقام الصلاة، ثم قال وإيتاء الزكاة، ثم قال وحج البيت، وهذا هو الركن الرابع في العد في هذا الحديث، وصوم رمضان، وهذا هو الركن الخامس. هذا حديث عظيم، وهو أحد قواعد الإسلام وجوامع الكلمة التي جمعت الأحكام، ففيه تعريف الدين بتصوير يسير، حيث صوره النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان وبين الدعائم التي يقوم عليها هذا البنيان. فلا يثبت البنيان بدون أركانه، ولا يقوم بناء من دون قواعده ودعائمه، وبقية ما يكون في البناء إنما هو تكميل وتتمة لهذا البنيان. فإذا فقد ركن من هذه الأركان اختل البناء ولم يقم. وأما نقص بعض مكملاته لا ينتقض به البناء، وإن كان قد يتشوه أو يصيبه ما يصيبه. هذه الأركان الخمس هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليها وأمرهم بها، ومنها حج بيت الله الحرام. وهذا الركن العظيم دعا إليه إبراهيم عليه السلام في سالف الزمان وسابق العصر، بل قال الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك. وكأن السياق يشير إلى أن التطهير الذي أمر به إبراهيم عليه السلام كان لأجل تحقيق هذا المنسك العظيم، وهو مجيء الناس طاعة لله عز وجل من كل فج عميق إلى هذه البقعة، تعظيما لله وطاعة له وتعظيما لما عظمه سبحانه وبحمده. فالناس لا يأتون إلى هذه البقعة المباركة لأجل شيء من أمور الدنيا، ولا لأجل طلب مصلحة من مصالحها، إنما يأتون طاعة لله في أصل المجيء وفي مكانه، لأنه ليس ثمة في الدنيا مكان أمر الناس بقصده على وجه العموم إلا هذه البقعة. ولذلك يقول الله تعالى في بيان النداء الأول وأذن في الناس بالحج، أي بقصد البيت الحرام، يأتوك رجالا، أي يأتوك سائرين على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني وعلى كل مركوب مما يركبه الناس من كل فج عميق. ستكون إجابة ليست من جهة ولا من مكان، بل من كل الجهات والأماكن. وهذا ما وقع، فإن إبراهيم عليه السلام نادى في الناس وحج البيت من حج على مر العصور، حتى جاء سيد الورى وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم فجدد الدعوة إلى قصد هذه البقعة المباركة، فقال يا أيها الناس حجوا، فإن الله يا أيها الناس حجوا قبل ألا يا أيها الناس حجوا قبل ألا تستطيعوا أن تحجوا، كما في بعض أحاديث. وفي حديث أبي هريرة قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ كرر السؤال ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وفي الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى حج البيت، وكان صلى الله عليه وسلم قد تأخر حجه، لأن آية فرض الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إنما نزل في السنة التاسعة في سورة آل عمران،
ففي تلك السنة حج المسلمون مع أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل، حيث نادى في الحج أن لا يأتي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطاف بالبيت عريان، فبلغ الناس أنه لا سبيل لغير أهل التوحيد إلى هذه البقعة المباركة وهذا العمل الصالح، فلا يحج إلا مسلم. والثاني أنه لا يحج على طريق الجاهلية، بل لا يحج الناس إلا على وفق ما شرع الله عز وجل وبين. فنادى في السنة التاسعة، في السنة العاشرة، نودي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فقصد المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتم به ويعمل كعمله صلى الله عليه وسلم. فكانت الإجابة في تلك العاصرة، في تلك السنة حجة الوداع، إجابة مختلفة عن سائر الحجج السابقة. ولا أعرف في التاريخ وصف لحجة من جهة دقة تفاصيلها ومن جهة كثرة شهودها وحضورها كالحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج ومعه أكثر من 100,000، وهذا عدد في ذلك الزمان عندما كان الناس يستعملون المراكب البدائية من البقاء من الإبل والخيل والحمير والسير على الأرجل، يعتبر من الغرائب. فجمع الله له صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم حج معه صلى الله عليه وسلم، وبين للناس في هذا المسير مناسكهم، وكان حريص صلوات الله وسلامه عليه أن يتلقى الناس عن الحج بكل تفاصيله التي تبين الأعمال وتوضحها. فكان يقول صلى الله عليه وعليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يؤكد في المواقف أنه صلى الله عليه وسلم يبين للناس كيف يحققون النسك الذي أمر به على وجه الذي يرضى الله تعالى به. فكان يقف وكان بارزا، لم يكن مختفيا، كان في كل أحواله ظاهر للناس حتى يتلقون عنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن أن الحج الذي فرضه الله تعالى على أهل الإسلام ركن في أحاديث عديدة، ركن من أركان الإسلام، فهو يذكر مع الصلاة والصوم والزكاة والصوم، فهي من أركان العملية، وهو عبادة يجتمع فيها البدن والمال، فهي تتعلق بالبدن وتتعلق بالمال. وقد رتب الله تعالى على الحج أجور عظيمة وفضائل كبيرة وثواب جزيل، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الله برحمته عندما فرض الحج على الناس لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد فتطوع. قال: يا أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فلما سئل كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي حديث عبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد: قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة أي في العمر، فما زاد على هذا، من زاد على هذه المرة فهو تطوع، والله يحب المحسنين. وبعد هذا البيان ثمت نقاط تتعلق بالحج نحتاج إلى الوقوف عندها لنستجلي هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهذا الركن العظيم من أركانه. جميل. ليتبين لنا بعض ما يتعلق به من النصوص الشرعية والأحكام. جميل. فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ بهذه النقاط فيما يتعلق بالأحكام والنصوص الشرعية،
المترتبة على هذه الفريضة العظيمة، نريد أن نتحدث عن نقطة مهمة وهي حقيقة تهم كثير من الناس، وهي التكاسل الذي قد يحصل من بعض الناس عن أداء هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل. ذكرتم قبل قليل أن الحج فرض على كثير من الأمم السابقة وفرض على أمة الإسلام أيضا، لماذا قد يتكاسل كثير من الناس عن أداء هذه الفريضة العظيمة وهم يعني قادرون، يستطيعون بدنا ويستطيعون أيضا مالا، قادرين على الحج لكنهم يسوفون ويتكاسلون، لماذا هذا يا شيخ خالد؟ يعني هذا قبل أن نجيب على لماذا هذا التخلف من بعض الناس، نحتاج إلى وقفة. أن الحج فرضه الله مرة باتفاق أهل العلم، وأنه لا يجب إلا على المستطيع، ومعنى هذا أن للحج شروط في وجوبه، هي الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه الشروط الثلاثة في كل العبادات، إضافة إلى شرطين وهما الحرية في قول جمهور العلماء والاستطاعة بالإجماع. والاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والرجوع إلى البلد، القدرة بالبدن والقدرة بالمال. وقد أشار الله تعالى إلى شرط الاستطاعة فقال والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمة الله عز وجل. وسبب ذكر الاستطاعة في الحج مع أنها شرط في كل العبادات، يعني كل العبادات منوطة بالاستطاعة، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن ذكر هذا في الحج على وجه الخصوص لأن الحج يتميز بأنه عبادة ذات كلفة، ففيها من العناء والمشقة وتكبد الأسفار ما يستدعي التحقق من وجود هذا الوصف الذي تجب به هذه الفريضة. ولهذا في الحديث الآخر، حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ثم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلكون الحج فيه ما فيه من المشقة والكلفة الزائدة على سائر العبادات، كان الحج قد نص الله تعالى وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم في فرضه على شرط الاستطاعة. فالحج أحد الجهادين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد لا قتال فيه، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه شدوا الرحال إلى الحج فهو أحد الجهادين. كون بعض الناس يكون عنده قدرة ويتخلف، هنا في الحقيقة يأتي الجواب على السؤال الذي طرحته، لماذا هذا التخلف؟ أنا أقول التخلف بالتأكيد هو معصية مع القدرة، لأن القدرة على الحج مع وجود بقية الشروط توجب على الفور في قول جماهير العلماء، ومعنى أنه على الفور يعني أنه يجب المبادرة إليه عند الاستطاعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا أيها الناس حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا، وأكد هذا المعنى عمر بن الخطاب وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما لما ولي أمر المسلمين، فكان يؤكدان على المبادرة إلى الحج، وأن المستطيع إذا تخلف فإن يخشى عليه أن يموت على غير الإسلام، وهذا يبين أنه من اكتملت فيه شروط الوجوب بأن كان مستطيعا فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج الذي به تكمل هذه العبادة ويكمل بناء الإسلام الذي به نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. جميل. ولذلك أقول لإخواني وأخواتي يعني التسويف هو في الحقيقة مما يدخل به الشيطان على الإنسان ويؤخره عن صالح العمل، والله تعالى أمرنا بالمسابقة والمسارعة إليه،
والنبي أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة عموما، وأمر بالمبادرة إلى الحج على وجه الخصوص في قوله حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا، فقد فإن الإنسان يعرض لهم العوارض ما يمنعه من أن يأتي إلى هذه العبادة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام. وتجد بعض الناس عنده يعني سعة في المال وقوة في البدن وقدرة على الوصول إلى الحج، ومع هذا يسوف، في حين أنه لم يترك بقعة في العالم إلا طافها. وقد يستدين بعض الناس حتى يذهب لهذه الأماكن، وفي حين أن قدرته على الحج قائمة وأموره ميسرة، ثم يؤجل سنة تلو سنة، وهذا من الحرمان. يا أخي الكريم، من أسباب هذا التأخير عدم إدراك فضيلة هذا العمل المبارك. يعني رحلة لا تتجاوز 6 أيام يدرك فيها الإنسان فضلا عظيما، يدرك من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فرحلة تحط بها الخطايا وتغفر بها السيئات وتكفر بها الذنوب، جليلة القدر ينبغي أن يحرص عليها المؤمن وأن لا يفرط فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. جميل. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذه الرحلة المختصرة في أيامها عاقبتها إذا كان الحج مبرورا أن يدرك الإنسان هذه الفضيلة العظيمة. والناس يأتون من أقاصي الدنيا ويبذلون مهج أنفسهم لإدراك الحج، ويجمعون المال في سنوات عديدة ليتمكنوا من المجيء، وبعض الناس قريب وعنده قدرة ومع ذلك يسوف، أسأل الله الهداية ولا يحرم الأمر. وقد يكون من سكان مكة شيخ خالد، بعضهم هذا يعني من أعظم الحرمان أن يكون بجوار البيت الحرام ثم لا يقوم بهذا الفرض الذي هو ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، فأنت إذا تركت هذا الركن فبنيانك مثل العمارة التي تجد أو الغرفة التي فيها 4 أركان أو 5 أركان أحد أركانها لم يتم، هي عرضة للانهدام و التلف، ولا يمكن الانتفاع بها وهي على هذه الحال. فينبغي للمؤمن أن يبادر ويجتهد ويحتسب الأجر عند الله، ويستحضر هذه الفضائل التي يدركها في هذه الرحلة المباركة. جميل. اسمح لي فضيلة الشيخ أن نذهب إلى فاصل الأول في هذه الحلقة، بعد الفاصل بمشيئة الله تعالى سنكمل الحديث عن هذا الأثر الذي يجده المسلم بمشيئة الله تعالى بعد أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة، وذكرنا بعض النصوص الشرعية، لكن سنتحدث باستفاضة أكثر بعد الفاصل، وأيضا سنتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالحج. مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل أول في هذه الحلقة، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، سنابل الخير. سنابل الخير يهتم بالعمل التطوعي الذي هو ركيزة من الركائز الهامة لرفعة الوطن. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. العمل التطوعي يزيد أواصر المحبة والترابط بين الناس. سنابل الخير يعمل على تنمية المجتمعات ويعلي من قيم الولاء والانتماء للوطن. حتى تعبنا في البذل مستمتعين. سنابل الخير مع الدكتور أحمد البوعلي يأتيكم مباشرة الأحد عند 4 عصرا، ويعاد الثلاثاء عند 11 ليلا. ننشر آمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج الدين والحياة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. لمن أراد المشاركة معنا حول موضوعنا لهذه الحلقة عن المبادرة إلى الحج يمكنكم أن تشاركونا عبر هاتفي البرنامج على الرقمين 012-64-77-117 أو عن طريق الهاتف الآخر على الرقم 012-649-3028. أيضا يمكنكم أن تشاركونا بكتابة رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0500-42-2121. ضيفنا في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء بمنطقة القصيم. فضيلة الشيخ خالد أهلا وسهلا حياك الله مجددا. الله يحييك مرحبا بك أخي وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. حياك الله. فضيلة الشيخ خالد كنا نتحدث عن المبادرة إلى الحج وتحدثنا عن هذه الفريضة والشعيرة العظيمة التي فرضها الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام وتحدثنا أيضا عن شروط الحج وتحدثنا أيضا عن من تكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة. نريد أن نتحدث فضيلة الشيخ عن أثر الحج في مغفرة الذنوب الجائزة العظيمة التي يحوزها هذا الحاج عندما يحج إلى بيت الله عز وجل. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة. نريد أن نتحدث عن هذا الأثر الذي قد يجده الحاج بعد أن يتم هذه الفريضة العظيمة. لا شك أن الحج جائزته كبرى وفضله عظيم وفضله في حديثين. الأول حط الذنوب والخطايا والسيئات، والثاني الفوز بالجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني وإياكم الفردوس الأعلى وأن يحط عنا كل خطيئة وخطيئة. اللهم آمين. الحط للخطايا والسيئات دليله هذا الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حج وحقق في حج هذا الوصف أنه لم يرفث، والرفث والكلام القبيح والرديء وكذلك يطلق على الكلام الذي يتعلق بما يخرج الإنسان عن ما يكون عليه من حال الإحرام من اجتناب التمتع بالنساء واجتناب النساء التمتع بالرجال، فهو ما يتعلق بالجماع وما يتصل به. من حج فلم يرفث أي لم يقع منه رفث بقول قبيح أو بقول يتعلق بالاستمتاع بالنساء أو نحو ذلك، ولم يفسق أي ولم يقع في فسق، والفسق هنا يشمل محظورات الإحرام ويشمل ترك فرائض الإحرام ويشمل المعاصي على وجه العموم من الكذب والغيبة والنميمة والنظر المحرم والكبر والاحتقار للخلق والعجب بالعمل وسائر أوجه الفسق التي تكون سببا لمعصية، تكون من جملة معصية الله عز وجل، سواء كانت قلبية أو كانت قولية أو كانت عملية. فقوله ولم يفسق يشمل كل هذه الأوجه. فإذا سلم حج الإنسان في حجه من الرفث وهو ما يتعلق بمحظورات الإحرام على وجه الخصوص الجماع ومقدماته، والفسق وهو يشمل كل ما نهي عنه المسلم عموما في معاشه وكذلك فيما يتعلق بحال إحرامه وهي محظورات الإحرام، رجع أي من حجه كيوم ولدته أمه أي مثل اليوم الذي ولدته أمه. ومعلوم أنه يخرج، يشير بهذا إلى أنه يخرج من ذنوبه وخطاياه بهذا العمل المبارك. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث يقصد به حط الصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة، هكذا قال جمهور العلماء، وهو
قول كثير من أهل العلم من السلف والخلف. وقال طائفة من أهل العلم الحديث عام وليس فيه تخصيص لصغير أو كبير، فيبقى على إطلاقه أو على عمومه شاملا لكل الخطايا صغيرها وكبيرها. وبهذا قال الطبري وهو مما يفهم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في بعض مواضعه، وبه قال ابن المنذر من الشافعية، وقال به جماعات من أهل العلم. وبقي بعد ذلك نوع ثالث من أنواع الذنوب، هذا الصغار والكبار كلها فيما يتعلق بحق الله. النوع الثالث من الذنوب ما يتعلق بحقوق الخلق وهي التبعات، فهذه أيضا أكثر العلماء على أنها لا تدخل، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ولا يكفي فيها في التوبة منها أن يتوب الإنسان، بل التوبة نفسها لا تكفي في التبعات حتى يرد الحقوق إلى أهلها. وعلى كل حال من أهل العلم ومنهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج مال إلى أنه حتى التبعات فإنه يغفر منها ما لا يقدر الإنسان على رده، وأما ما يقدر على رده فإنه يجب عليه أن يرده. وعلى كل حال فضل الله واسع وعطاؤه جزيل، وينبغي للمؤمن أن يتوب وهو مقبل على هذه العبادة برد المظالم، ويتوب بترك المعاصي حتى يتأهل ويتهيأ لهذا الفضل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا ما يتعلق بفائدة حط الخطايا والسيئات. شرطه أن يكون الحج على هذا النحو من السلامة من الرفث والفسق طبعا، وأن يكون خالصا لله، فإن الإخلاص يفتح القبول، ولا قبول لعمل بلا إخلاص. وأيضا بالمتابعة، وهذه يكتمل بها المعنى المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن الحج المبرور هو الذي تحط به الخطايا، وهو الذي يدرك به الإنسان الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم آمين. فما كان خالصا لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم سالما من المعاصي والسيئات والخطايا، فإنه يرجى أن يكون مبرورا يدرك به الإنسان أن يعود كيوم ولدته أمه، وأن يفوز بالفردوس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله الفردوس منها. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هناك نقاط معينة أو تفصيلية فيما يتعلق بالحج، نريد أن نتحدث عن الذين عليهم ديون أو أصحاب الديون، وأيضا سنتحدث عن نقطة الاستدانة للحج. النقطة الأولى فضيلة الشيخ، يعني تكاد تكون معلومة عند الناس أو كثير من الناس يتكلم عنها، لكن نريد أن نتحدث عنها بتفصيل، وهي أصحاب الذين عليهم ديون، هل يجب عليهم الحج؟ هل هم من الذين يستطيعون أم يسددون ديونهم ابتداء ومن ثم يحجون؟ ما التفصيل في هذه المسألة؟ هو الأصل يا أخي الكريم أن الحج كما تقدم من شروط وجوبه الاستطاعة، فلا يجب الحج على غير المستطيع. إذا كان كذلك فإن من اشتغل ذمته بدين ليس مستطيعا للحج، لا سيما الديون التي ما عند الإنسان يقصر عن وفائها. أما الديون التي تكون عند الإنسان ناتجة لمعاملات مالية وأمواله تغطي هذه الديون، ولكنه يعني مؤجلة بأجل
مؤخر أو مقسطة. مثل القروض البنكية فضيلة الشيخ. يعني القروض البنكية إذا كان مع يعني بعض الناس عليه قرض مثلا 100,000 ريال، الآن الناس غالبهم غالب الناس ذممهم مشغولة بنوع من أنواع المداينات، إما بتمويل وإما بشراء بضائع وإما بمعاملات تجارية، لا يخلو في غالب الحال كثير من الناس من نوع من الدين تشتغل به ذمته. فهذه ليس كل الديون تمنع من وجوب الحج، وإلا ما حج أحد على هذا الوجه، إنما المقصود الدين الذي يكون مؤثرا في الاستطاعة. أما إذا كان عنده من الأموال ما يزيد على قدر الدين والديون مقسطة أو حتى حالة لكن عنده ما يزيد على الوفاء، وإنما أخر الوفاء لسبب أو لآخر، فهذا لا يؤثر على الحج، بمعنى أنه يجب عليه أن يبادر الحج لأنه مستطيع. لكن ما يسأل عنه بعض الناس أنه أنا يعني ليس عندي من المال ما أتمكن به من الحج إلا أن أستدين، فهل أستدين لأحج؟ الجواب بالتأكيد أن الله لم يوجب على من لا قدرة معه على الحج أن يستدين لأحج، إذ إن الله فرض الحج على المستطيع، ومن كانت أحواله على قدر من الضيق لا يتمكن معه من الحج فإنه لا يجب عليه أن يحج في هذه الحال. وليس من المشروع أن يستدين ليحج، بل ينتظر حتى يمكنه الله تعالى من الحج بما يفتح الله تعالى عليه من الرزق والكسب. جميل. أما أن يستدين فإن هذا ليس مشروعا. لكن لو أن شخصا حج استدان وحج حجه صحيح، وإنما أخطأ في كونه حمل نفسه ما لم يفرضه الله تعالى عليه. وبعض الناس يتهاون في الدين وتجده يتوسع في أخذ أموال الناس بأوجه كثيرة، وهو في الحقيقة غافل عن خطورة الدين. الدين أمره خطير، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنه في قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وأنت ما تأمن من بعدك أن يقضي دينك حتى لو تركت مالا، لأن بعض الورثة يشحون حتى في وفاء ديون صاحب المال الذي مات عنه. وبالتالي ينبغي للإنسان أن لا يشغل ذمته بالديون ويجتنب ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو اقتضته مصلحة، فعند ذلك يستحضر في قلبه نية الأداء ويعزم عليه، فإنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. وينبغي لمن كان راغما في الحج وغير قادم عليه أن يستحضر أن من رغب في خير عاجز عنه كتب الله له الفضل والأجر ولو لم يكن من عمل، ما دام أنه صادق في نيته وجازم في رغبته وحريص، لكن حال دونه ودون ذلك حائل أو مانع فليبشر بالخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو عائد من غزوة تبوك، وهي ذات العسرة التي كانت من أشد الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم لقلة ذات اليد وبعد المسافة وقوة العدو، قال: إن قواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شرفوكم في الأجر. قال: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: هم في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فيرجى لكل من رغب في الحج وعاجز عنه لعدم قدرته أن ينال ما نواه، ينال أجر بنيته، وفضل الله واسع،
لعل الله أن يوسع عليه فيتمكن من الحج في عام قادم. جميل. فضيلة الشيخ أيضا نقطة أخرى، من مات توفاه الله عز وجل ولم يحج، يعني هناك نقطتان، من مات وكان مستطيعا ويعني سوف وتكاسل عن أداء هذه الفريضة، ومن مات ولم يستطع الحج طيلة عمره، يعني هل يقضى عنه الحج؟ ما يعني ما هو التفصيل في هذه المسألة فيما يتعلق بمن كان من مات ولم يحج؟ فإن كان مستطيعا فالعلماء لهم قولان، جمهور العلماء على أنه حج من ماله، أي يقام من يحج عنه من ماله، فيحبس قدر قيمة الحج من تركته توضع في من يحج عنه. ومن أهل العلم من يقول إن هذا لا ينفعه لأنه ترك الحج باختياره مع قدرته عليه فلا ينفعه ذلك، والأقرب والله تعالى أعلم أن يحج عنه لعل الله أن ينفعه بذلك. أما إن كان غير مستطيع فلا شيء عليه، لكن إن حج عنه ولده أو رغب في أن يحج عنه قريبه فهذا من الإحسان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج عن غيره في حديث ابن عباس أنه سمع رجلا، أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حج حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففي هذه الحال يكون جزاؤه جزاء الإحسان إن حج عن غيره ولو كان غير مستطيع في حياته. هنا مسألة وهي يعني ما يتعلق بترتيبات وتنظيمات الحج الحديثة التي تتعلق باستصدار تصاريح وانضمام لحملات، هل هذا مما يعتبر في الاستطاعة؟ الجواب نعم، هذا من الاستطاعة التي ينبغي أن تستحضر، بمعنى أنه من كان لا يستطيع الانضمام للحملات وفق الترتيب الذي تنظمه الجهات المختصة بالحج فإنه ليس مستطيعا، وبالتالي لا يجب عليه الحج ما دام أنه لا يتمكن من كلفة الحج الذي يستطيع من خلاله أن يحج وفق الترتيبات والتنظيمات التي تنظمها الدولة وفقها الله. وكذلك فيما يتعلق بالتصاريح، التصاريح هي من جملة الاستطاعة التي لا بد من تحصيلها ليتحقق وصف الاستطاعة في الإنسان، فمن كان لا يقوى على استصدار تصريح فإنه ليس مستطيعا. وأما ما يفعله بعض الناس من الذهاب من غير مراعاة الأنظمة ولا ملاحظة ولا اتباع للتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة، سواء كانت الجهات الأمنية أو الجهات في وزارة الحج أو غير ذلك من الجهات التي تعنى بهذه الفريضة، ترتيب هذه الفريضة وتنظيمها، فإنه يكون بذلك آثما، لأن طاعة ولاة الأمر في مثل هذا مما فرضه الله تعالى، وهو الأصل في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. وليعلم أن هذه التنظيمات والترتيبات غرضها التوسيع لا التضييق، فإن بعض الناس يتعامل معها على أنها قيود، ولكن الواقع أن هذه التنظيمات غرضها وغايتها التوسيع على الناس والرفق بهم وتمكين الناس من أداء النسك على وجه تندفع به المشقة عنهم ولا يهلك بعضهم بعضا. أنتم تعرفون أن عدد المسلمين اليوم في العالم يزيد على 1.5 مليار، والطاقة الاستيعابية للمناسك محدودة، وبالتالي لا بد من تنظيمات وترتيبات تكفل أن يؤدي الحجاج نسكهم على وجه يحققون به المقصود الشرعي ويأمنون به على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم مما يمكن أن يكون سببا للهلاك والتلف. جميل. فأوصي إخواني وأخواتي بالاحتساب عند الله عز وجل في اتباع هذه الأنظمة،
فإن ذلك مما يؤجر عليه الإنسان إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل. جميل. فضيلة الشيخ، هذا النقطة أخيرا نريد أن نتحدث عنها فيما يتعلق بمشروعية المنفعة والاستفادة من الحجيج. مثلا أهل سكان مكة المكرمة وسكان المدينة المنورة أيضا يستفيدون من الحجيج، من يعني كالبيع والشراء وغيرها من أنواع المنفعة التي قد يتحصلها الإنسان من قدوم هؤلاء الحجيج إلى مكانه. أسأل عن مشروعية المنفعة هذه. لا حرج في ذلك، فهم بهذا ينفعون أنفسهم وينفعون الحجيج بقضاء حوائجهم بتقديم هذه الخدمات وهذه السلع التي تقضي حوائج الحجيج، سواء كانت في المطاعم أو المشارب أو الملابس أو غير ذلك مما تقتضيه الحوائج الطبيعية للإقامة أو حتى الهدايا وما إلى ذلك. لكن ينبغي أن يتقي الله تعالى الباعة وأن يرفقوا بهؤلاء الذين هم ضيوف الرحمن وقد جاءوا من أماكن بعيدة، فلا يغرروا بهم ولا يوقعهم في غرر ولا يبيعون عليهم بأسعار فيها غبن وتجاوز للتسعيرات السعر المثل الذي يباع به مثل هذه الأشياء عادة. وأنا أقول الدولة وفقها الله يعني أقامت واستنفرت جميع الجهات التي تحقق للحجيج وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الأمن على أنفسهم والأمن على أموالهم والأمان بكل صورها، الأمن والأمان على النفس وعلى المال والأمن الصحي والأمن الغذائي. وينبغي أيضا أن يراعي الناس هذا الأمر فيحققوا حسن التعامل وطيب الاستقبال، ولا حرج في البيع والشراء سواء من الجهات في المناسك في أرض المناسك أو في الأسواق وسائر الأماكن التي يؤذن فيها بالبيع، بشرط أن يكون ذلك على نحو من العدل وعدم الظلم وأكل المال بالباطل. جميل. فضيلة الشيخ، نختم بسؤال يعني خارج موضوع الحلقة قليلا من الأخت نواف في الواتساب، يعني تسأل عن حكم إبر البلازما المستخدمة لنضارة الوجه، تسأل عن حكمها. إذا كان هذا لإزالة أمر عارض فلا بأس به، كان يكون هناك حادث أو هناك مثلا تشوهات أو عيوب، أما إذا كان هذا فقط لأجل هي تسأل للنظارة فقط للزينة. فضيلة الشيخ، أنا يعني لا أعرف ما هي إبر البلازما، لكن كانت هي التي تحقن لنفخ الوجه فهذه عدها كثير من علماء العصر من صور تغيير خلق الله. أما إذا كانت لإكساب الوجه نظارة وإزالة نوع من مثلا البقع أو التغير اللون بسبب الشمس أو ما إلى ذلك فهذه لا بأس بها. جميل. حقيقة نشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء بمنطقة القصيم. بارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يوفقهم وأن ييسر لنا النسك وأن يعيننا على طاعته وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير العباد والبلاد وأن يجزيهم خيرا على ما يبذلونه من جهود متلاحقة متواصلة لخدمة حجاج بيت الله، وأن يوفق رجال أمننا الذين يحرسوننا ويحرسون حدودنا من كل سوء وشر، وأن يهديهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يحفظنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج الدين والحياة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة.